دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد، وينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا، فضلاً عن رفع عدد القضاة المنتخبين في المجلس إلى 15 قاضياً بدلاً من 10 قضاة. ورعي في تشكيلة هذا المجلس تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة، كما تضمنت التشكيلة ولأول مرة قاضيين من التمثيل النقابي للقضاة. وبغرض تنصيب المجلس الأعلى للقضاء في الأجال التي حددها الدستور في مادته 224، فإن المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء كان قد قرر تنظيم عملية انتخاب القضاة أعضاء أول مجلس أعلى للقضاء في ظل الدستور الجديد يوم 20 ديسمبر القادم بحول الله.